وهذا سائل يقول: هل أستطيع أن أفتح التجارة في بلاد الكفر؟ الإقامة في بلاد الكفر للمسلم ما تجوز إلا لمن لا يقدر على الهجرة، أحد أمرين: إما أنه لا يقدر على الهجرة فيتمسك بدينه ويبقى إلى أن ييسر الله له الهجرة، الثاني من يقدر على إظهار دينه في بلاد الكفر بأن يدعو إلى الله وينكر المنكر وينكر الشرك والكفر ويدعو إلى الله ولا يسكت، ألا يقيم لأنه قادر على إظهار دينه، أما اللي ما يقدر على إظهار دينه فلا يجوز له، بل يجب عليه الهجرة إذا كان يقدر، لقوله تعالى: ألا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء هم اللي تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما المتاجرة مع الكفار في المباحات لا بأس، تاجر معهم، نشري معهم، نبيع عليهم الأشياء المباحة لا بأس بذلك. نعم.